إذن لمناقشة أزمة سد النهضة بعد إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد وتداعي ذلك على مصر والسودان، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز. أستاذ ياسر، مرحبا بكم. يعني كما تعلم أثيوبيا أعلنت بدءها في الملء الثاني، ولكن في هذا السياق كيف ترون رد فعل القاهرة والخرطوم على البدء في هذا الملء؟ ولماذا كل هذه التخوفات من قبل البلدين؟ ما السبب في ذلك أستاذ ياسر؟ يعني أرحب بحضرتك مبدئيا ومشاهدينا الكرام. والمخاوف المصرية السودانية مخاوف مشروعة طبعا، لأن مصر والسودان بتخسر نسبهم من النيل بهذا الملء اللي بدأ بالفعل منذ الأمس، واللي يعني خلال يومين بس يعني وصلنا ل 500 مليون متر مكعب، وده رقم جبار مش 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 قليل يعني. نعم. الاتفاقيات اللي تم تدوينها وتوقيعها وارست مبادئ لتوزيع المياه ما بين دول حوض النيل اجمع وعلى راسها طبعا اثيوبيا، يعني بتطرح ارضا وبتخسر مصر والسودان نصيبهم، وعايزين على سبيل المثال مثلا ان مصر تخسر نص رصدها من المياه او حصتها من مياه النيل. نعم. بهذه الملأة. عايز اقول لحضرتك ان اتفاقيه 1959 ودي اخر اتفاقيه تم التوقيع عليها ومصدق عليها، تبعوا كثيرا عن ترهات اثيوبيا بان كل الاتفاقيات اللي نظمت حصص النيل على الفروض كانت ايام الاحتلال. 1959 حصلت مصر على 55.5 مليار متر مكعب من النيل، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. معنى ذلك ان كل هذه الحصص ستضيع مع الملء الثاني اللي يتبعه بالطبيعه ملء اخر. وتسارع الاثيوبيا بهذا الشكل معناه ان في حاله من حالات الريبه من ناحيه مصر والسودان. طيب. تجاهنا، وهي اثيوبيا اللي دايما بتتكلم على ان ما عنديش مشكله خالص معاكم واحنا مش هنأذي جيراننا. ده طبعا بالحقيقه والفعل هو عكس ما تصرح به اثيوبيا. ده الاشكاليه الاولى. الاشكاليه الثانيه ودي المهمه، نعم، ان اثيوبيا بتضع اسس جديده للتعامل السياسيه طبعا وحتى قانونيه في طرح كل القواعد والاصول التي تتعامل بها الدول في المجاري المائي. طيب استاذ ياسر، ولكن بعدين حضرتك بس، نعم تفضل تفضل، ان هذا الملء وهذا السد بيضر بدول المطب من ناحيه ان اتخاذ القرار بشكل فردي يمنح الفرصه لباقي دول الحوض، وبالفعل جنوب السودان بدات، دوله جنوب السودان بدات بالفعل تفكر في بناء سد هي كمان عشان خاطر تولد الكهرباء. ده معنى كده ان كل دوله من دول الحوض تبني سد وتمنع المياه، من ثم مصر والسودان تعطش وتغرق في العطش. طيب ولكن استاذ ياسر، يعني ما تفضلت به يعني قريب من الواقع، واذا ما كنا نتحدث عن الواقع، اثيوبيا تقول انها ملتزمه باتفاقيه 23 مارس 2015 التي وقعتها دول المصب مع اثيوبيا، وبالتالي هي أعلمتها بالبدء في ملء السد. كيف تعلق على ذلك؟ هو الإشكالية طبعا الاتفاقية اتفاقية كارثية، يعني الاتفاقية الإتارية اللي تم توقيعها ما بين الدول الثلاثة 2015 هي اتفاقية كارثية. نعم. وتسقط كثير من حقوق الدولتين المصب، لكن في النهاية احنا هذه الاتفاقية عندما حضرتك ترجع لأصولها ونصوصها تتكلم على الإعلام، لكن ليس هذا الإعلام الذي أجرته أثيوبيا مع دولتين المصب مصر والسودان. يعني الاتفاقية ما بتقولش إن أنا أملى وبعدين أقول لهم أه والله يا جماعة إحنا خلاص إحنا بنملى خلاص. مش هو ده الفكرة، لكن الفكرة الأساسية من الاتفاقية أن هنا لا أدافع على أي نظام، لكن أنا أدافع أو أنا كباحث أتكلم من منطق الحقيقة. حتى بتقول ان الاتفاقيه بتقول ان على اثيوبيا ان هي تقول البنى نفسه شكله ازاي، اداره السد هتبقى شكلها ازاي، وشال من مصر والسودان في مراجعه نيات السد. كل هذه الامور راحتها اثيوبيا جانبا، والان اثيوبيا يعني تتذرع اتفاقيه او نص بند في اتفاقيه بيقول ان علينا الاعلام. اي اعلام؟ لا، من انت
تملى السد وتضر الدول الاخرى ثم تقول انا التزم بالاتفاقيات، هذا طبعا امر بعيد تماما عن الحقيقه ويجانب الصواب. استاذ ياسر، يعني تصريح لقائد القائد العسكري في اقليم بني شنقول يقول ان بلاده رفعت مستوى تاهب القوات لتامين المرحله الثانيه من ملء السد، في وقت يعني صرح فيه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد حيث قال ان بلاده ليست لديها نيه لايذاء الاخرين، هل نفهم من تصريح القائد العسكري أن هناك مواجهة عسكرية في المستقبل القريب أستاذ ياسر؟ طبعا هو أثيوبيا تتحسب لأي إجراء ممكن، يعني يعني كل الإمكانيات بتقول أن لازم يبقى فيه عمل ما، لكن لما ترجع حضرتك للاستراتيجية اللي بتتخذها أثيوبيا منذ بداية الأعمال من 2011، هي أثيوبيا خداع استراتيجي، أسلوب خداع استراتيجي، إن واحد يصرح بشكل والآخر يصرح بشكل آخر، ونطول أكبر قدر ممكن من الوقت علشان خاطر نستطيع إن احنا نكسب الوقت ومن ثم نفرض أمر واقع، لكن في النهاية هذه الأمور وهذا التضارب في الأقوال له يعني دور في اتخاذ مكاسب أكبر. لكن خليني أقول لحضرتك إن حتى هذا التضارب مش بس يعني أسلوب في تعامل أثيوبيا مع الدولتين المصر، لكن حتى التضارب كمان يعني في تقرير حضرتك، تقرير القناة بيتكلم على إن وزير الري بيصرح إن كذا وكذا، لكن تبص تلاقي وزير الخارجية، وزير الخارجية الري المصري، وزير الخارجية المصري، التضارب في أقوالهم يبين ان في حتى في عدم تنسيق ما بين الوزارات. نعم. في مصر ده يخلينا نتكلم على الموقف مثلا المصري السوداني اللي ظهر منذ ساعه او اقل. طيب. في بيان مشترك ما بين المصريين والسودانيين من ناحيه وزاره الخارجيه في الدولتين. نعم. بيتكلم على ضروره استمرار في اجراء الطلاق. زير الرأي المصري بيقول لا احنا خلاص احنا مش هنقعد ثاني للتفاوض. بالضبط. مش هنقعد ثاني للاتصالات. لكن البيان اللي اصدره وزاره الخارجيه المصريه بالاشتراك مع دوله السودان بيتكلم على ان علينا ان احنا نستمر في اجراء اتصالات ومشاورات مكثفه مع الدول الاعضاء لا سيما في مجلس الامن. وهنا خليني بعد اذنك اقف شويه على بعجاله لو سمحت استاذ ياسر. نعم. طيب. تفضل. بعجاله نحن ننتظر الان مجلس الامن لدى كل من مصر والسودان حججها القوية في استصدار قرار بإلزام أثيوبيا بالجلوس مرة أخرى للتفاوض وتعديل هذه الشروط. نعم. ووقف الأضرار التي يعني تقوم بها ضد دولتين مصر. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم.